يلي حلمه أكبر منه بكذبة صغيرة بيوهم كل الناس، واللي بيقدر يضحك غصبا عنه بيربح كل ايه حبيبتي حلو. طب وهذا؟ كمان حلو بجنن. اعطيني ذوقك اطلع. حبيبتي حلو هاد حلو هاد كمان. طب حاخذ الاثنين. اوكي يلا خذ الاثنين. عفوا استاذ فراس، سؤال غبي بس ممكن اعرف قديش الميزانية؟ مفتوحة. عفوا لانه المدام صار حسابها اكثر من 5 ملايين. اوكي. قلت لك. اهلا وسهلا. شو رأيك حبيبي؟ حبيبتي أي شيء بتنقيه راح يكون حلو، أوكي؟ يلا خلصيني مليت يلا. طب حلوة؟ حلوة حبيبتي حلو والله حلو. ما بدك تنزل؟ الحقيقة مشغول. سوري ما بدنا نحكي شوي بالترتيبات؟ خالي في عندك أمي وفي حنان، اتفقوا وأنا جاهز. طيب ومع عزيمك؟ حنان مع القائمة. هلا راح احكي معها بتجي لعندكم. طيب مثل ما بدك، الله يتمم بخير. الله يسعدك. ألو كيفك حنان؟ أهلين فراس، كيفك؟ حبيبتي بدي منك طلب. أيوة شو المطلوب مني؟ حنان تصرفي من الألف للياء. ريحيني بس. أوكي حبيبي ما تاكل أيهم، خليني أشوفكم مشتاقة لكم كتير. مين بالجمع؟ مين يعني؟ أنت ومسعود بيك. وين وياه؟ بالشغل لسه بكير ما اجا. طيب حبيبتي روحي هلا خلصيني من حفلة هالغباء هيك بعدين بنحكي. يلا باي. ماشي حبيبي فورا. يلا باي. قلت لك
بتصور ما عنده امكانيه يعمل اي شيء بدون ازعاج. انا برايي بسيطه، اكيد بكون معصب لانه حاسس بانه خسرانك. في سبب ثاني اكيد بحبك، فمشان هيك يعني بدك تسامحيني على انفعالاته. جوزي من 10 سنين، انا بعرفه قديش ولاقي. بصير انا برايي انه نتزوج، واذا يوما ما فرضت علينا معركه مثل ما بيقولوا يعني لكل حادث حديث، واكيد رح ندخلها باحترام. شو رايك؟ حبيبي انا من هلا عم اقول لك بلا بنتي ما فيني اعيش. وانا كمان، لانه بنتك هي بنتي. يا رب تمرق هالفتره على خير. ما بدنا نعطي مبرر لنبيه انه يفرض علينا معركته مثل ما بده. فينا نمشي يرجع البيت؟ ايه اكيد، لانه ست لولو اهم مني. شرفي. حلوين بجننوا. شوفي هذا الثلاثة. برافو، الف مبروك. الله يهنيكي. راح اكون زوجة نائب بالبرلمان ورجل اعمال كثير كبير، راح ننعزم على كثير محلات كلاس. ولازم مادلين حبيبتي ممكن تقولي لي شو ناقصك حتى انا اعرف اتصرف؟ حنان انا فاهمك كل شيء. تفضلي. معازيمكم قديش عددهم؟ حوالي 70 شخص. بس؟ طيب رفقاته بالمجلس ما بده يعزمون؟ يعني 2 3 وعيالهم. اف طيب ورئيس الوزاره والوزراء؟ هلا فهمت عليك يا طنط. على كلن فراس ما كثير بحب البروزه، بس انت ولا يهمك، قولي لي مين بدك تعزمي، نحن اخذين صاله ل9,000 شخص. حضرتك اعطيني اسماء المعازيم تبعكم وانا بتصرف. طيب ممكن تستشيروني؟ لانه حضرتكم كثير جداد على الحفلات الكبيره والكلاس. مزبوط، نحن جداد على الحفلات الكبيره والكلاس، بس نحن بنعرف نعمل حفلات حقيقيه كلها فرح. بالاسم الله معك. شو صهري؟ شايفك هيك ساكت وسارد، ما عم تشاركنا الحديث، كأنك زعلانة وآخذ على خاطرك. لا مو لهالدرجة، بس انتوا عم تحكوا بالشغل وأنا ما لي علاقة بهالقصص، وزراء وأعضاء مجلس الشعب ومدري شو. وجع قلب وملل وضيقان خلق. كمل كمل. على كل إذا بيلزمك شيء بالوزارة عندك أو بدك أي شيء حتى من الوزير خبرني، أنا تحت أمرك. لا سلامتك، شكرا. اهلين معلم. اهلين، سلامات. كيف؟ لا لا لا، الحقيقة نحن ما دخلنا بهي الصفقة وما حنفوت فيها. ليش ما بدكم اياها؟ الحقيقة ما في مصاري، وبصراحة نحن فايتين بمشروع كبير مع شركة كبيرة. طيب امرك امرك معلم، مع السلامة. لك هيثم واحد لقلو وما بدنا نتعامل معه. ندير بالك ما يكون الخط لسه مفتوح، والله ما تعرفان مع مين بدنا نتعامل ومع مين ما بدنا نتعامل. سيدي فوضى. بما انه مالي فهماني عليكم شيء، رح اقوم احط لكم عشاء. اهلين صهري. فراس، اليوم تعرفت على مادلين على حقيقتها. أنا برأيي فكر منيح قبل ما تتورط. وشو حقيقتها؟ غباء، غبية. بعرف بعرف إنها غبية، أنا بدي إياها غبية.
تقعد تكدس مصاري والماس من تم ساكت. مالك مضطر؟ مضطر عشان اخونها بضمير مرتاح. خلاص بعد لينا ما في حب، انسي الموضوع. ما بعرف اضحك ولا ابكي. لا تبكي ولا تضحكي، هي مشكلتي. أربعة كيلو مية بردان، يلا بردان، يلا بردان. أهلين مسعود. الله يجبرك على حالك وجودك. تسلم لي. أربعة كيلو مية بردان، يلا بردان. أهلين يا عم جبران، أهلين خليني لك إياها. أربعة كيلو مية. أهلين تقبلوني أهلين. مرحبا. أهلين، مين حضرتك؟ قاسم موجود؟ لا والله يا خيتي بالشغل. اتفضلي. أهلين خالتة أم سعود. أهلين حبيبتي. كيفك؟ ماما، هاي خالتة أم سعود، أمي. لا تواخذيني ما عرفتك. فاطمة ليش ما عاد اجيتي لعندي؟ والله يا خالته قاسم ما بقى خلاني اشتغل ببيوت حدا. ومين قالك بدي اياكي تشتغلي عندي؟ انا بدي اياكي تيجي تقعدي عندي مثل بنتي. الله يخليكي يا رب. ساوي لي فنجان قهوه. تكرم عينك ولو. الله يكرمك. مرحبا خالته. يلا قوموا خلوا خالته تقعد. شو اجيت سكنتي مع اولادك؟ شو بدي اسوي؟ أبو الأولاد طلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم ولد عندك؟ أربعة. الله يخلي لك إياهم. شلون عايشين؟ قاسم الله يخلي لنا إياه عم يشتغل مع الأستاذ، وهلأ بلش يشتغل لحاله. أماني برقبتك أم قاسم، إذا بدك أي شيء قولي لي، أنا مثل أختك هون. تسلمي، خيركم سابق. الله يسامحك، خير الله. يا اهلين ويا سهلين، تفضلي خالتك. الله يزيد فضلك حبيبتي. تفضلي امي. يسلمك. هي كل الورق المطلوبة؟ ايه استاذ، بس ناقصنا ضمان اخير. راح اتفقدهم وشوفهم يا زلمة، بقيان شيء. شوفهم استاذ، شوفهم. هون في عنا. وهون. أرض راس الجبل. أرض راس الجبل هي لحدا يقرب عليها بعده عنا، هي بتخصني. وين المشكلة؟ بس بنحط ضمان. زاير الله يرضى لي عليك، جيب لي إضبارة حساب معمل شمينتو، خليني أشوف وين وصلوا بالشغل. تركنا. أمرك استاذ. شو القصة مسعود؟ بدنا ناخذ قرض ب 500 مليون. الضمان لازم يكون حسابه حد أقصى 100 مليون. وتتسجل قيمته قيمة وهمية. فهمت؟ ما فهمت. ناويين نعلن إفلاسنا؟ والله يا خيي ما بتعرف شو بصير معنا. لازم نعمل احتياطاتنا. هاي المصاري رح تروح لمشروع مصر، قرض من البنك واستثمار برا البلد مع استثمارين تانيات، بنكون زبطنا وضعنا. مسعود، منين بدنا نجيب ضمانات؟ حط حصتنا بمعمل الشمينتو. فهمت عليك. تفضل استاذ، هي الاباره بس بعتوا لي ولا ورقه لانجاز المشروع. بدك تعرف من مين تطلبها. خلاص انا بحكي لك هلا مع مدير المشروع، بتمرق لعنده بتاخذ كل الوثائق اللي بدك اياها. امرك استاذ. ولك شو قصتك؟ ما بلاقي غير ضايقاني خلاقك ومو عاجبك وعم تنفخ. قلت لك ما بدنا كل هالعلقه. ما بدنا كل هالعلقه؟
إلا بدنا نمشي على سياستك أستاذ فراس تبع ما بدنا كل هالعلقة ونمشي الحيط لحيط ويا رب السترة. كنا لهلا حبيبي ما حطينا بجيبنا 100,000 ليرة، بقى حاجة تنفخ حاج. وين بدها تروح بهالكبب اللحم اللي عندها؟ سكتت ومشيت. دخيلك على هالبيت المهرهر. وبالذكرياتي كلها فيه. بتعرفي روحي وقلبي معلقة فيه. ما قصرتوا لما ما تركتوا بيتكم ولا جيرانكم. تفضل. يلا. شريف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عم يقول لي ابو زهير بدك بيت بالحاره. اي والله بس بدي اياه قريب من بيتي القديم وحوالين ام زهير. عندي بيت لقطه لقطه ومن حظك. بيت مين؟ بيت ابو وليام بده يهاجر على امريكا. اي والله بيت ابو وليام ظريف كثير بجنن. اي وقديش بده فيه؟ نسالكم يا خالصين؟ يعني تقريبا كل شيء جاهز ما عدا سياره العروس. ايه وشو بدها ست الحسن؟ الكوافير من باريس. عاد بقى اشتغل باجراءات الاقامه واللازم منه تعرف انت. عن جد؟ هيك عم مزح. شو قصة الكوافير مادين خانو؟ فراس شو بدك يعني؟ أعمل شعري هون؟ معقول الشرشحة؟ لا أنا ما بدي إياك تعملي شعرك بنوب. زوتيها شوي ما؟ تركتي تتصرفي على راحتك، بس أنا ماني سخيف لهالدرجة. شو قصدك؟ أنا سخيفة؟ مرقت لك كذا قصة، كل وحدة أسخف من الثانية، ومن هلا عم أقول لك فكري على مهلك، لساتنا على بر. يا إما بتصيري مثل البني آدمين الطبيعيين، يا إما هلا بقول عنك بنهي كل شيء. ها؟ أمرك. شو بتقول؟ أنا جاهزة أعمله. مع السلامة. شو بك؟ ما في شي. فهميني شو في؟ ولا شي. ما بدك تروحي معي المطار؟ لا روحي لحالك. من زمان. ايه بعجبك أنا حنون وقت الجد. بنت فرحانة بحالها كتير، تجوزت مليونير ونائب. فراس بصراحة أنت بتعني لك هي السخافات؟ إيه ليش ما بتعني لي؟ هذا عنوان نجاحي. هلا فهمت الطبخة. أنت تجوزت مادلين بنت عيلة كبيرة مشان يكمل البرستيج وتكمل اللوحة. أنا تغيرت حنون، مو مثل ما كنت متخيلة. بس أنت بقيتي مثل ما أنت، ما تغيرتي وما تطورتي، لساتك بنت أبو زهير بعجر وأخوه بجر، ولا زعلي مني ها؟ لا ما زعلت منك ابدا. على فكره انا كثير فخوره اني بنت ابو زهير بعجره وبشره. بعرف حبيبتي بتشربي قهوه؟ يلا. الرجال ما قصر باي شيء. اشترى لها الماس ب 7 ملايين. ايه طبعا هذا اقل شيء ممكن يعمله. حلم انه يصاهرنا. انت اكيد عم تمزح بس حلو يصاهر اي عائله. انت ما بتعرفي كيف بيفكروا هدول. شو ناقص فراس؟ ولا شيء. شاب بجنه وملياردير ونائب بالمجلس. سلطه وعز وجاه. وناقصه بس اسم العائله حتى يكتمل مجده. ناقصه وهم اللي لساته معشش بقول اولاد الاقطاعيين اللي نسيوه الناس. الاقطاعي بيبقى اقطاعي وابن الفلاح بيبقى الفلاح. هذا وهمك اللي خلاك تعيش برات بلدك كل هالسنين. Come on.
جوزك وين؟ ليش ما اجى؟ سكران كالعادة. والله يبطلوا هالعادة. والله مين هذا اللي قاعد وراي؟ هذا ابو العروس. كأني بعرفه. ايه كان وزير من شي 20 سنة. هلا هلا ابو العروس. كيفك مسعود؟ ما لقيت غيرك احكي معه على وش الصبح. شو بعرفني ما قدرت نام. معك ما بعرف ما جوا جوا نايمي نايمي. ماشي الحال. كيفك انت وينك؟ عم تدور بهالشوارع. ايه نيالك نيالك خليك خليك صايع وعزابي. طيب طيب يلا نحكي. باي باي. بس مو لهالدرجة ميساء. فكرة مجنونة بس
هيك على الاقل بنضل نحب بعض. اذا هيك انا برايي ما في داعي نتزوج ابدا. بالمناسبه انا رايي المثقفين بهذا الزواج الحر ما بحبه ابدا. نتزوج نعيش مع بعضنا نتخانق نتصالح بعدين ما نجيب اخ او اخت للست ليلى. طبعا شو رايك؟ اكيد. اجت ليلى. افتح الباب. اهلين ليلى. تاخرت ما؟ لا هلا عم نحط الغداء. يا على على مرحبا يا عريس. اهلين بست ليلى. وين لولو؟ لولو عند ستة اليوم، اليوم عطلة. يي عطلة انا نسيانة. طب ما دام هيك امشي نتغدى برا. ما حذرتي لانه انا صعت بما فيه الكفايه وهلا جعل بالي اقعد بالبيت بما فيه الكفايه. شو طمنيني كيف وضعك انت وهاني؟ عال في تطورات كثير على القليله ما عاد حسني جاره بيت جده. شو وين لصحون؟ يلا قدامي على المطبخ. يلا. شو بكي حايصه؟ مستنيه خبر. مليون ليره. مليون ليره مو شيء بهالايام. طيب يا ستي بعشر ملايين ليرة. اوف عشر ملايين ليرة. الو ايوه ايه انا. عنجد؟ طيب شكرا كثير. الله يبارك فيك. ميرسي ميرسي. شكرا. شو الله يبارك فيك هي شو؟ لك قولي حامل. لا صحة وزهير صحة. أهلين سهلين. أهلا معروستنا الحلوة. أهلين سهلين. أهلا حبيبي. لا 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 اتفضل. شلونكم كيف أخباركم؟ مبروك أبو زهير. الله يبارك في عمرك. المزرعة وينك انت؟ بالمكتب. ما رح تنزل؟ لا رح ضل سهران هون قاعد مع الكلاب. انت شو مشاريعك؟ يجي لعندك احسن ما تضل قاعد لحالك. مسعود هاد بده 20 مليون مشان يمشي القرض. ها اعطيه وخلصنا. ما انا مضطرين. طيب خلص بعدين بنحكي بالموضوع. باي. مع السلامة. ما بدي افهم ليش صرفتي الخدامه؟ لانها حيواني. 100 مره فهمتها. لا تحط الابريق بقلب الصينيه والبتيفور ما تحطه بطبق الشاي. ما بتفهم. هلا كل ما بتكوني معصبه من جوزك بتتفششي بالخدامات. ماني معصبه من حدا. لك عن شو صاير؟ ولا شيء. من يوم ما تجوزته لهلا ما قعد معي 4 ساعات. مشغول. مشغول مشغول. كل الناس مشغولين. جيبي ولد. ومشان شو؟ مشان مثل اي مره تتجوز مشان تعمل عيله وتجيب ولد. صعبه هي؟ لا بس انا ما بدي اجيب ولد لحتى ورجيه. يا الله بنتي بهيمه ما بتفهم. انت تزوجتي رجال بدون حب، زواج وبس مشان تعملي عيله واولاد. فهمتي بقى؟ هذا كان طلبك. بدك رجال معه مصاري كتير. يعني ما لي حق احلم ولا باي شيء؟ احلمي احلمي قد ما بدك اذا الحلم بيسعدك. نحن صرنا بالمجلس مشان ما ندفع. بدنا ندفع في مجال. اذا احتجناهم بدنا ندفع واذا احتاجونا هن بدهم يدفعوا. منين هالقواعد؟ يا عمري لا قواعد ولا قوانين بس هيك العرف. اذا شايف القصه مو جايبه حقها او راس مالها خلص الغيه من اساسها. بس اذا احتجناهم بدنا ندفع.
اخي اخي مو قصه مرسمل او مو مرسمل بس ضروري كثير. ان شاء الله صفين وهنا. اهلين سلام وشكرا. حطهم حطهم حطهم. شكرا معلم. يلا منهاش قبل ما يبردوا. مسعود هدول 10 مليون دولار مع حسابنا اللي بدبي. عندنا بيحمونا من كارثه من رجه من هزه. ماشي. كول عمي كول. سيك. شوف انت مسعود شو لك؟ يا عارف. حاسس حالي الله وكيلك مثل شي ديب. لا طايق شوف حدا ولا جاي على بالي احكي مع حدا، حاسس حالي هيك شي ضبع بالبريه. شو قصدك؟ قصدي مليل. طيب احكي لي شو راح يكون لون عيونها؟ شو صار لك اياه؟ شو بيعرفني؟ الو الو كيفك حنون؟ اهلين فروس. شو عم تعملوا؟ نعم شو السؤال هذا؟ شبه نايمين. نسيت انكم متجوزين. كنا بدنا نجي لعندكم. والله كنتوا بدكم تجوا لعنا؟ انت ورفيقك ناصية. فروس مادلين عم تشتكي منك كثير. هيك ما بصير. ايه يلا بنحكي بنحكي يلا باي يلا باي. ماشي حبيبي. اوكي دير بالك على حالك. العذرة تحميك. باي. شو هالاستفادة بنص هالليل؟ شايفة؟ أنا استفاداتي هيك دايما. هيك بدك تخليني على الباب؟ ما عندي حل تاني. أنت جاي بدون موعد. وبركي عندي كلام ضروري لازم تسمعي. مسعود ما فيني ما بقدر. الجيران والناس هون كلها بتعرفني وأنا عايشة لحالي. إذا بدك شي بكرة بنحكي. شبك ضايق؟ والله يا اخوي ما ادري وين بدي ادفع. هات لي شوف. خلص رح اكتب لك طلب تظلم بيخفوا لك الضريبه شوي. وبتقدر يا اخوي؟ طبعا بقدر. شرف معي. تعال تعال. تفضل. يا الله ها الاسم الكريم علي الجاسم يا اخوي. علي الشاسي. مين في عندنا برا؟ الأستاذ أنور. أنور برا؟ خليك. صباح الخير. صباح الخير. طمني. المدير ما رح يوافق غير على 300 مليون. السبب الضمانات غير كافيه
وهالايامات العيون كثير مفتحه بعد ما ابن عين لها في مليار ونص وهج على الارجنتين، ونحن ضمناتنا باحسن الاحوال ما بتجيب 100 مليون. بس نحن ما رح نهرب. البنك ما بيفهم غير بالورق. هو الحل. احكوا مع الاستاذ هيثم، يحكي مع مدير البنك. طيب موافقين على 300 مليون، بس ناقشوا مع تعديل الدفعات ونسبها. النسب ما رح تتغير لأنه رح تروح لأكثر من شخص. خليني أفكر. ممكن بكل بساطة تقولوا ما عاد بدنا القرض، ويمكن نقول بكل بساطة ما عاد بدنا نستثمر بهالبلد. ألو؟ أنت نايم؟ أنا آسفة، كان بدي أعتذر منك عن مبارح، ما كان قصدي. هلأ بشرب قهوتي وبرجع بحكي معك على رواق. شو رأيك أعزمك على الغداء عندي بالبيت؟ ضيف النهار غير ضيف الليل. موافق، طبخي لي محشي. بعتقد إني ما نسيت الأكلات اللي بتحبها، ناطرتك. نضع الماء للرز. شو؟ شرفني اليوم على الغداء. لهلا ايه، مستغربة شو بدنا ناكل اليوم؟ رز، بس ما بعرف شو بدي اعمل حده. وانا شو بحب؟ ما بعرف شو بدك لأطبخ لك؟ ما بعرف شو بدك لأطبخ لك؟ تسلميلي وتسلم البرازيل. عرفتي ليش ما باكل بالبيت أنا؟ عرفتي؟ ما فهمت. كمان ما فهمتي؟ على مهلك على مهلك، إلا ما يوم تفهمي أو يجي شي حدا يفهمك شو معنى الزواج. ألو، كيفك حنون؟ شو بو صوتك؟ اعزميني على الغداء حبيبتي. أنا رايحة أتغدى عند الماما اليوم، إياد بمهمة بحلب. أوكي، شو فيك عند الماما؟ فراس، شو بو صوتك؟ متضايق شوي، في حدا كابس على نفسي. انتي مين؟ انا سمر، بشتغل هون من 6 شهور بالمحاسبة. بتشتغلي عندنا من 6 شهور وانا ما بعرف؟ عفوا معلم، انت بتفوت على مكتبك وما حدا بيشوفك. شو دارسة يا سمر؟ انا دارسة سنة تانية حقوق، معي شهادة كمبيوتر وانجليزي ومحاسبة.
مبسوطة بالشغل عنا؟ الحمد لله. ماشي، برافو عليك. دير بالك عليها. أمرك معلم. يا الله كثير لطيفة معلمنا. مو دائما، الحقيني.